السلام عليكم يا اخوان. هذه القطعه هذه خاصها تكون مقاده حقاش السيد اللي كندير هذا دابا ما مقاداش القطعه ما مقادش. دابا هذه مقاده عكس هذه شكل كانت مقاداش. كما قلنا رقدينها ان شاء الله. سنتيس ان شاء الله نديرو بدا كنا غادي نزيدو تنيش هادو اصلا كنا غنخدمنا بيهم دابا نرجعوهم جي بانس اسخرج كاس شكو غير مالي هذا منها احتياط دولي فراس ديال السكوتش باش تقول لنا دابا غنديرو الشميعات
هذه يكفي ان هذه ما تكون الفوق اللي كانت غنقلبوها. اذا هذه غتقلب دابا بحال هكا مع كنجمعات بحال هذا الشكل. نقلبوها اذا الكابل ديالنا هو هذا والشميعات ديالنا هما هادو. شوفوا الطريقة ديما كي ما كيتخبلش. نمشيو بجوج دابا نمشيو بجوج نركبوا هاد الكاطود ديالنا. ما كانش عندنا هاد السنطاح هادو نستعملو تو العصبات في الشومبريه. الشومبريه مثلا عصبات الشومبريه هما كيستعملو تا هما كيبقاو شادين ما كاينش مشكل. عطيتكم مثال دابا كنا غنديرو السنطاح كاين غير السنطاح كاين عندنا في العصبات غنمشيو على هاد النحو كامل غنجرو والكورتي تاهي غنديرو لي سميطات بعدين شويه ان شاء الله غنزلو الالبومه ديالنا. والطريقه ديال اللي تمني الشير خدامه مزيان ها جرب كابلية تتبعهم ال واخا تتبعهم مع التيم هاد الطريقة شوف ها هادو لي تكنيك باش واحد كيسهل عليه مكيتخبلش كابلي كاع. تبعتيو مكاينش مشكل فيه. هذا هو ديال النيفو ديال بلانا والبير راه كيعطي الرولي بلانا وراه صافي حبس.
قضية قضية انا هطلبهم بدي هذا يا زيد فوق زيد فوق زيد فوق نخليه حتى غدا ان شاء الله. انا متقل بيها حتى الغدا ان شاء الله باذن الله اللي جينا كانت الشمسه باش نعاودو نديروها نديرو لها التيست ديالها. العشية غنشوف واش غيطلع لي المول، انا غنشلي نمشي جنب البوابة. راه هبطنا دابا جوج ميتو، هبطنا تقريبا 4 متر في الماء، البومبا هبطنا 4 ملي وصل دير دوز الان. طلعت طلعت ولا كاين معاك فريكونس ناقص؟ اه هو دابا كي خوي الحمد لله 25 24. صافي اقطع لي اقطع لي الغدا ونخدموها. صافي ديمار حل حل بلاك هاي
حيت لا 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 اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله. حيت هذا حيت حيت درنا لي سي دابا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. مش نسكتوها دابا